قسما بكل مدرج بدمائه، قسما بتراب الأرض ممزوجا دما، قسما بعزة شامنا وجلالها وجمالها، قسما سنأخذ من أراد بكيده غدر الشآم بما أراد. بعد الحديث الطويل عن المؤامرة التي تستهدف سوريا والكشف المتواصل عما هو مستور من خلال صحف أجنبية وعربية أكدت ضلوع بلدان كثيرة في الحرب على سوريا، هذه الصحف الآن باتت تقر وتعترف بانتصار الجيش العربي السوري وسحقه لعصابات الإرهاب المرتزقة وتوجيهه صفعة قوية لداعميهم ومموليهم. فقد أكدت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية أن معركة القصير التي قام بها الجيش العربي السوري كشفت عن مرونة قتالية مفاجئة يتمتع بها، ووضعت المسلحين في موقف دفاعي على جبهات رئيسية أخرى بالقرب من العاصمة دمشق. وأضافت الصحيفة في سياق مقال حمل عنوان الجيش السوري يبدي صمودا ومرونة غير متوقعة، إن قدرة الجيش السوري القتالية لا تزال قوية، مشيرة أي الصحيفة إلى أنه في الأسابيع الأخيرة سجلت القوات السورية انتصارات هامة في الجنوب والشمال، ودحرت المسلحين الذين كانت عواصم غربية توقعت أن يستطيعوا في النهاية مهاجمة العاصمة واجتياحها، فيما تشتكي المعارضة المقسمة بشكل كبير من أن أسلحتها والأموال المقدمة لها بدأت تنفد. ويقول المحلل العسكري جوزيف هوليداي الذي عمل في وحدة الاستخبارات في الجيش الأمريكي وعضو مركز دراسات الحرب إن هذه الانتصارات أجبرتنا حقا على إعادة التفكير في رؤيتنا التي آمنا بها خلال العامين الماضيين والتي تقوم على حتمية سقوط الحكومة السورية، ولكننا الآن يجب أن نغير رأينا ونقدر بشكل أكبر قدرتهم. ولفتت الصحيفة أيضاً إلى أن سيطرة الحكومة السورية على القصير واستعادتها تعد ضربة كبيرة للمجموعات المسلحة في حمص وغيرها من المدن التي يسيطر عليها المسلحون، مما يعزز من سيطرة الحكومة على الطرق الرئيسية في البلاد. وأشارت الصحيفة إلى أنه في منتصف نيسان الماضي كسر الجيش السوري حصار المسلحين على قواعد عسكرية في محافظة إدلب، وأعاد فتح خط إمداد للقوات البرية الرئيسية في حلب، وقد سجلت الحكومة سلسلة من الانتصارات منذ ذلك الحين. مقال الصحيفة هذا يأتي في وقت يسطر فيه الجيش العربي السوري ملاحم البطولة على امتداد أراضي الجمهورية العربية السورية، ويكشف يوما بعد يوم ضلوع الكيان الصهيوني في المؤامرة الكبرى على سوريا من خلال الكشف المتواصل على وجود آليات وجنود إسرائيليين في مناطق مختلفة على امتداد أراضي الجمهورية العربية السورية. قسما بصادق وعدنا بطول الصبر أفرغه علينا الله، أودع في ضمائرنا وأجرى في سواعدنا من سر أسماء له معنى العزيز المقتدر. قسما سنأخذ من أراد بكيده غدر الشام بما أراد، قسما بذاك ونحن الصادقون.